شو معاناتكم بهاي المنطقة؟ والله معاناتنا احنا عندنا هاي المكانسة قدام الجامع، وهم طريق مال الناس وشياب تجي تروح تجي، ينراد تبليط، ينراد هذا القوالب ما تتنعمل، هاي الانقاض ترفع، انت مثل ما اشوف قدام عينك، اكو انقاض السامليه غادي، هم تركية اذا تجي البلدية تبلط هذا تنظف هذا، تبليط شوي لي قدام. هاي منطقة بعبد خوب؟ هاي العبد خوب نفسه. يمل؟ هذا جامع الجليلي. نعم. قرب مدرسة الحرية. هاي المنطقة يم الخاتونية؟ الخاتونية صار اللي قدامي غادي، هم بيها تبليط وبيها مكانات، يعني هم تحتاج لا تبليط وتحتاج هم جمع مكسر مقابيل وهم اكو انقاض وشغلات. معاناتكم بهاي المنطقة إيش؟ والله معاناتنا انه هاي شوفون هاي الانقاض، السواقي يقف الماي بيها ما يمشي الماي، يعني خاصة عندنا كبار سن يعني. نعم ما صعب عليهم؟ صعب عليهم، شوف يوم انه من يجون على الجامع خاصة الفجر ما يجون الفجر، الفجر ما يجون الفجر بس العصر يمكن الفجر ما يجون لان يعانون من العثره. نعم. الماي كله واقف ويقعون بيه. ايش تطالبونه؟ والله نطالب انه يجون انه المنظمه او البلديه او اي واحد يسوي لنا الرصيف. الانقاض ايضا ترفع على الانقاض بالمنطقة. الانقاض موجوده هسه باي مكان انت تشوف انقاض، واكو ريح بعد هذا الجامع. والله معاناتنا اول شيء تبليط الفروع كلها، وهون امام الجامع هالأوطاق هاي هالأنقاض هاي يعني كلها لازم ترفع، لأن الأطفال يلعبون من عدا الأطفال، نحن يعني منظر الجامع هكذا أمام الجامع بيت الله. ما تأثر عليكم على أطفالكم هاي؟ ما تأثر، يعني إذا صارت عاصفة هاي الأتربة والأوساخ كلها تطيق على البيوت. والله هاي الأغض أشنو اللي بيها أنقاض؟ هاي الأغض اللي بيها الأنقاض ما جماعة يعني ملك وغاحوا خلوها، بس عيجون الناس يزتون هالأوساخ هاي بيها لا حاوية. هاي الوغاحة هاي زي موجودين أهلها بأمريكا ما موجودين هوني، يعني على الأقل يرفعون يعدلون الأغض البلدية، يعني ايش عملها المنظمات تشتغل؟ ما أقول لك ما تشتغل، بيوت أكثر البيوت عمروها المنظمات. والله بقى هالمتي إذا تأثر عليها شلون؟ نحن بيتنا وقع كلته صار أغض كله، والله كله أغض، وما حد جابنا أنه ولا عملوا كل شيء، الا كل الملع من حساب نعملنا انه والله الله وكيل. ايش تحتاج المنطقه؟ والله ايش تحتاج؟ شيء الانقاض هذا من هوني بالكبرطون هذا الشارع يكملونه الله يخليك.